وزارة الإعلام تختتم الدورة التدريبية حول إعداد وصياغة العقود التي تهدف إلى تدريب وتنمية قدرات المشاركين على فهم طبيعة العقود وكيفية إعدادها وصياغتها. الكلية الحديثة للتجارة والعلوم تنظم حملة لزراعة الأشجار في حرمها الجامعي بهدف تحسين الارتباط مع الطبيعة والمساهمة في زيادة الغطاء الأخضر. خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة يعلن عن عدم تراجع حكومته عن الاستقالة قائلا في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن استقالة حكومته لا رجعة فيها. بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يفيد بأن المشاركين في الحوار السياسي الليبي الذي تسيره الأمم المتحدة اتفقوا على مبدأ عقد جلسات الحوار المستقبلية في ليبيا. المنتخبان الإماراتي والعراقي يسعيان إلى توديع نهائيات كأس آسيا 2015 بنتيجة إيجابية يبنيان عليها للمستقبل، وذلك عندما يلتقيان غدا الجمعة في نيوكاسل على المركز الثالث.